الحلقة اللي فاتت ان احنا هنستخدم وسائل المواصلات هنا في المجر، وهوريكم ازاي خط السير وازاي كل وسيلة مواصلات على حدة. المرة اللي فاتت خدنا الاوتوبيس، المرة دي هناخد الترام. ده الترام اللي زي اللي في اسكندرية بس ده كبير شوية، وهم هنا وسائل المواصلات اوتوبيس الترام والمترو الاندرجراوند، وهم دول ثلاث وسائل المواصلات اللي هنا اللي شغالين في المجر. يعني النهارده هناخد الترام وفرقهم على الشوارع وعلى المباني وخط سير الترام وازاي هنا في المجر الناس مهتمية بوسائل المواصلات. وردا على سؤال الحلقة اللي فاتت، هنا انواع العربيات كلها مشغلة، يعني كله ما فيش اهتمام بنوع معين، وزي ما هتشوفوا في الشوارع كده العربيات عاملة ازاي. ويلا بينا نتفرج واسيبكم تستمتعوا بإذن الله وتكون حلقة كويسة. وما تنسوش لايك سبسكرايب كومنت عشان تصلكم كل الفيديوهات الجديدة، ونشوفكم على خير بحلقة قادمة بإذن الله. زي ما انتوا عارفين زمان كانت مش بودا بيست، زمان كانت بودا لوحدها وبيست وبينهم نهر الدانوب، وده اللي احنا هنعدي عليه. والبرلمان كمان، البرلمان مبنى بصراحة يعني من
بين القديمة العريقة ودلوقتي في العصر الحديث بقوا بودابست مع بعض، بس النهر الريف في المنتصف، بس هما الاثنين اندمجوا مع بعض. ده البرلمان، ده مبنى